جميل بما نقدم ذبيحة للإله أحسن من تقدمة قايين اللي الشر ملاه. والفلك كان دليل لإيمان نوح البار، دخلوا هو وبيته بره غرق كل الأشرار. إبراهيم إن نسله يزيدوا، وما قدم ذبيحة قدم ابنه وحيده. موسى قصة خلاصه مع شعبه بعد الجوع، أسوار أريحة اتهزت وقعت بعد صلاة يشوع. عاشوا حياة الإيمان، منهم جدعون وبراك والقوي شمشون كمان، إسحاق ويعقوب يوسف صموئيل وداود.